طيب نروح إلى السماوة، دائما نسمع بإطلاقات النار العشوائية بالمناسبات الموجودة دائما، كثير من الناس وأهل المدينة يطالبون بالحد من هذه الظاهرة، ودائما تؤدي إلى الوفاة كثير من الناس. قامت أهل المدينة كانت هناك وأعادت هذا التقرير. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الرمي العشوائي في كثير من المدن هنا مدينة السماوة. الملاحظ في هذه أنه الرمي العشوائي أنه تكثر في مناسبات الأعراس وفي المآتم، طبعا هي حالة طبيعية نتيجة الانهيار الأمني وضعف الأداء الحكومي بشكل عام وضعف الرقابة على يعني على تصرفات المواطنين، ما ادى لان تكون هذه تكون سلوك اعتيادي للافراد وبالنتيجه اضر بالمستوى العام للدوله وبالامن الاجتماعي. لذلك نشوف كثير مناسبات نلتج الافراد لهذا الموضوع. حقيقه نظم قانون العقوبات رقم 111 سنه 69 هذا الموضوع من خلال ماده 240 انه مخالفه الانظمه والتعليمات. فالنص القانوني موجود في هذا الموضوع يعاقب على كل افعال تصدر من هؤلاء الافراد لانها تؤدي الى خطر ومخالفه الانظمه والتعليمات ومخالفه النظام العام في هذه المناطق، الا ان هذا الموضوع كما اسلفت فيه شيء من الميوعه والترهل الحكومي اللي اصاب كل المؤسسات. لذلك نرى كثير من الناس غابت عنهم الرقابه ولذلك غابت عين القانون على محاسبه هؤلاء الناس. ونرى كثير ايضا من الناس المتنفذين وهم اصحاب يعني اصحاب هم ضالعين في الدوله يمارسون هذه الافعال، لذلك تكون المحاسبه قليله وتكون جزء من هذه الافعال يرتكبهم اصحاب السلطه. تبدو ظاهره اطلاق العيارات الناريه والحديث عنها يحمل صفة مرعبة ومؤلمة في نفس الوقت، لأنها حدث يحمل الموت بين طيات الفرح، فتراه يسرق فرحة الفرحين وتراه يزيد حزن الحزين في المآسي التي تحدث كأن تكون العراضة أو في كل المناسبات. الحقيقة ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، البعض يدعي أنها عرف عشائري، لكن حقيقة الأمر هو ليس بعرف، لأن كما تعلم حضرتك ويعلم كل الأخوان أنه أصل السلاح جاءنا في مطلع القرن العشرين، يعني قبل هذا الحكي ما كان. فالعرف عادة يمتد إلى مئات السنين من تاريخ البلد أو تاريخ الشعب، وبالتالي فلا يمكن أن نعتبر هذه القضية عرف. هاي من ناحية. الناحية الأخرى، نحن كمجتمع يعني كمجتمع عراقي تربطنا ثلاثة صفات أساسية. أولا نحن مسلمون، والشيء الآخر نحن شعب مثقف وقارئ يلتزم بالقانون ويلتزم، والشيء الآخر لنا قيمنا الأخلاقية التي يعني تميزنا حتى عن بقية الشعوب، حتى عن بقية الشعوب العربية، نخوة ولا نقبل بأذية أحد. كل هذه الأشياء التي تحكم سلوكيات مجتمعنا العراقي ترفض ظاهرة إطلاق العيارات النارية. احنا هسه حاليا نشكو مو بس من العشائر، نشكي من هسه من جاي يجيبوننا الشهداء قدس الله نفسهم الزكية. احنا الشهداء الشهيد أكرم منا جميعا، وإحنا ما يعني نقلل بقدسيتهم، ولكن نقدر مثلا إحنا نساعد مثلا عائلة الشهيد، عائلة الأولادة بهذا المبلغ يعني الجاي ينفقون على الرمي. وإحنا يعني هسه الحمد لله يعني حصلنا بادرة خير من العشائر ومن المحافظة ومن قيادة الشرطة، والحمد لله والشكر. يعني هي صحيح العادة موجودة، العادات والتقاليد، بس أكو عشائر ما ملتزمة بهذا الشيء، وجاي إحنا يعني نخاطبهم باسم المرجعية وباسم العشائر واسم المحافظة.
هناك الكثير من الحراسة صارت إصابات والاتلاحات والوفاءات من عندها. أكو أحد من مناسبات العزاء صار عندها بها واحد من الكوت توفي، هو الشيخ عشيرة طبعا جاي هنا يعزي وصوى ومات، وأكناس يعني شلل الشيخ عشيرة نفسه انضرب من محافظة الكوت جاي هنا المثنى وتوفى على أثرها، وهناك أطفال بسبب إطلاق نار عشوائي بسبب المناسبات هاي، وأطفال هناك أصابت الإعاقة بها، ونعرف سواء واحد عارف من ثاني لحد الآن معاق وصار كبير بسبب هاي الحالات. يعني بداية احنا تحية لعشائرنا العراقية، حتى لا يعني بالبداية حتى يعني خلينا نبدي بها، لأن مباشرة راح موضوع الزعل احنا صايرين نخاف من عنده. يعني الناس بس واحد يحكي هذه مشكلتنا، احنا ما نتقبل الرأي والرأي الآخر. لهم دور كبير حاليا، هم يعني مع الجيش العراقي في سبيل، يعني هم موحدين الصف، العشائر وأبنائهم من أجل دحر العدو. هذا نقطة. ايضا بوقت يعني الطائفيه الله لا يرجعها، ايضا كان هناك للصحوات اللي هم من ابناء العشائر ايضا لهم دور. اكو دور ايجابي للعشائر، لكن اكو نقطه مهمه، احنا نتمنى من رئيس القبيله ورئيس العشيره انه يكون هو راس الحكمه في عشيرته، مو هو يعني صاحب المشكله. يعني من يسمع هو المفروض انه اكو هناك اطلاقات ناريه من العشيره الفلانيه، احنا نحزن نرمي، نفرح نرمي، ظلينا ما نميز حتى انه هذا من نسمع ما نعرف انه هذا فرح او حزن. نتمنى انه يكون هناك سم قانون، هي اولا يعني من الحكومه العراقيه بهذا الموضوع، وقانون يكون صارم وقوي ويتخذ يعني يكون يعني ياخذ مجراه على ارض الواقع. ونتمنى يكون هناك سن من قبل العشائر، رئيس العشيره هم اكو عندهم قوانين، اكو بيناتهم عادات وتقاليد، انه ممنوع منعا باتا. ماكو فد يوم صارت اطلاقات ناريه في اي مكان اذا ما راحوا بها ضحايا، زين على شنو؟ احنا ناقصين موت؟ يعني اكو امور حتى بديهيه، هاي متلغي، هذه الصوت والشكل بالتقرير اذا يعني تابعتوا ولاحظتوا، واللي ما تابع يتابعها بالاعاده، اكو طفل موجود اثناء ما شخص جاي يرمي، الطفل يشرد يعني يروح يركض يعني من الخوف وينهزم. احنا ليش نزرع؟ احنا نريد نتخلص من موضوع العنف، احنا نريد الالعاب البلاستيكيه اللي هي يعني تهدف للعنف جاي احنا نحاول نتخلص من عندها. ثالث سر رمي حقيقي، نتمنى احنا من شيوخ العشائر تكون هي تكون راس الحكمه، من عندها يبدي التغيير، تغيير هذه المظاهر المسلحه كافي، والسلاح بيد الحكومه. اعتقد الحكومه هذه المره جاده وعندها تحذيرات، لان السلاح يبقى بيد الدوله ومو بيد الناس، وما اعرف يعني التباهي هذا والفرح وكانما هو مسوي فد يعني محرر، ما اعرف يا دوله شويه يعني هدؤوا، ترى الواحد يقدر يفتخر باشياء اعظم واكبر واحلى واجمل. فاحنا نتمنى من شبابنا يكونون اكثر يعني رويه، اكثر حكمه، ترى هذا مو معنى، هذا مو تفاخر ابدا، انت ما تأذي انسان وبعدين من يسقط بعدين ما يفيد الندم. نتمنى احنا يتغير هذا الواقع وهذه المظاهر المسلحه وهذه الامور وهذه الاصوات المزعجه اللي احنا نريد نتخلص من عندها حتى نبدي صفحه جديده حالنا حال العالم.